يا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحياة فصول. اليوم موضوعنا عن قفزات الوعي. تلاقي في ناس عندهم وعي اختلف، تعرف شخص من مدة تلاقيه انه صار عنده وعي، صار عنده ادراك اكبر في الحياة وتغيرت حياته الى الافضل. تقول هو شلون تغير، متى تغير، انا خبري فيه مختلف. راح اشرح لكم بالحلقة عن قفزات الوعي وشلون نتعلم منها. قفزات الوعي هو إدراك الإنسان في وعيه وفي إمكانية تطوير وعيه إلى الأفضل. الإنسان لما يكون صغير يكون مثلا بعده وعيه منخفض ولاهي بأشياء وايد بالدنيا. كل ما يكبر، كل ما يصير عنده تجارب أكثر، كل ما يبتدي وعيه يصير أحسن. طبعا الإنسان شلون يتغير وعيه؟ لازم أنه هو يكون مدرك أنه في أشياء أنا لازم أطورها بحياتي، في أشياء أنا أبي أنتقل فيها إلى مرحلة أعلى من الوعي عشان أنا أتجانس مع نفسي من ناحية الجسد والروح والعقل، وشلون أنا أوازن هذه الأشياء مع بعض. فلما أشوف أن في أشياء في حياتي مو ماشي عدل بسبب قلة وعي في بعض التصرفات اللي أنا قاعدة أمارسها، ويبتدي الإنسان يدرك إنزين، وغالبا في عمر 30 و40 أنه والله في أشياء سويتها في هالعمر اللي أنا مريت فيه وما ناسبتني، وأنا عندي قدرة وعندي ذكاء وعندي قوة وعندي فوكس اللي هو التركيز زين على أن أنا أطور حياتي إلى الأفضل. فيبتدي يلاحظ أن شنو الجانب اللي أنا ودي أغير نفسي فيه. مثلا الجانب النفسي، أنا ودي أني أتغير من الناحية النفسية عشان تتغير حياتي. فتلاقيه بفترة من الفترات بدأ يركز، ياخذ دورات، يقرأ كتب، يغير من حياته، يبتدي يطبق. فأنت مثلا تقيب عن هذا الشخص مثلا سنة سنتين ثلاث مشاقل الدنيا، وهو أصلا ما يكون يعني قريب معك، يكون مثلا أحد زملاء المدرسة، فتشوفه تقول ما شاء الله والله هذا الإنسان تغير وايد، صار عنده قفزة بالوعي وغير حياته وحياته صارت وايد أفضل. هو ما غير حياته بيوم وليلة، هو غير حياته لأنه هو أدرك أن عنده وعي منخفض على بعض الممارسات اللي مارسها بحياته. بدأ يغير حياته. إذا كان إنسان روتيني ويفتقد إلى المرونة، بدأ يزيد المرونة بحياته، بدأ يصير عنده تجارب حلوة ومختلفة بحياته. هذا الاختلاف يابله إدراك أعلى، يابله وعي أكثر، وخلاه هو يبتدي يرتفع بالوعي. هم صار عنده علاقات مختلفة. الإنسان كل ما تتوسع وتتشعب علاقاته ويكون عنده أصحاب يعني من بلده ومن خارج بلده ومن دول مختلفة، يبتدي يستوعب ويدرك بوعيه تجارب مختلفة. فأنا دائما أقول الإنسان اللي يحب يزيد وعيه مو بس يقرأ كتب، مو بس يحضر دورات، لازم عمليا هو يركز بهذا الجانب، فيسوي عنده تجارب جديدة. لمن يروح بلدان جديدة، لمن يسوي تجارب جديدة، لمن يأكل أكلات جديدة، لما يتعرف على ناس، هذا يزيد الوعي، لأن أنا أدركت ما لم أدركه في السابق، فصار عندي إدراك مختلف. أنا أحب دائما أقول حتى حق أبنائي أن أنا أحب أن يكون عندي أصحاب يعني بأغلب البلدان اللي نزورها، فمثلا وعندي أصحاب من كل الجنسيات، أحب هذا الشيء. ليش؟ لأن هذا الشيء يزيد إدراكي. إنزين، يعني عندي مثلا أصحاب من مصر، عندي أصحاب من المغرب، عندي أصحاب من أسبانيا، عندي أصحاب من فرنسا، عندي أصحاب من تونس، عندي أصحاب من الإمارات، عندي أصحاب من السعودية. فدايما مثلا لما أسافر ألتقي فيهم، يصير بالصدفة أو نكون إحنا مرتبين أن نتلاقى ونقعد ونسولف بأشياء جديدة. طبعا أهما لأن بلد مختلف، بوظيفة مختلفة، بحياة مختلفة، دايما تكون عندهم خبرات يعطوني إياها وقصص يعطوني إياها تزيد أنا وعي. فدايما أنا أكون حريصة على تعدد العلاقات في حياتي، هذا يزيد الوعي. فالإنسان دايما لمن يبي يزيد
وعيه، واذا بيخلي وعيه مختلف لازم يكون عنده تجربه حياتيه كبيره ومتسعه وغير محدوده. الشخص اللي دائما تلاقيه نفس الأصحاب، نفس الديوانية، نفس التجمع، نفس البلد يزورها، نفس الكتاب يعيده ويقراه، نفس الفيلم يشوفه 3-4 مرات، هذا إنسان يكون عنده محدودية بالتطور. ليش؟ لأنه هو ما قاعد يوسع وقاعد بدائرة الأمان. إذا أنت من الأشخاص قاعد تتابعنا اليوم ودائما تفكر أنه ليش أنا أغير وعيي، شلون أغير وعيي، أنا أنصحك أن أنت تبتدي انك تحط الاشياء اللي انت ودك تدركها ودك تغيرها. انا كمان سميت كتابي وعيك سلاحك. ليش؟ لان الوعي سلاحك في كل شيء بالحياة. فرضا اذا انت واعي بالاشياء المادية والاشياء المالية والتعاملات التجارية والتعاملات العقارية، ما حد راح يقص عليك لان انت عندك ادراك ووعي مرتفع. انزين، إذا أنت عندك وعي بالأنماط الشخصيات والشخصية النرجسية والشخصية الضحية والشخصية اللي ما أدري شنو تسوي، وعندك إدراك بعلم النفس حتى لو بسيط، انزين، وهذه من الأشياء اللي أنا حتى كتبتها بكتابي، انزين، شيء مبسط إن الإنسان إنه يدرك هذه الأشياء. أوكي عرفت، إيه والله أنا عرفت هذا النرجسي دائما يسوي كذي، اللي الضحية دائما يسوي كذي، إيه، تقوم تركب هذه الأدوار على الأفراد اللي بحياتك. فهذا النرجسي اللي يستقل الأشخاص الثانيين ما يقدر يستقلك، لأن أنت عارفه، أنت صايده، صايد شخصيته، صايد هو شنو. إنزين، لما تشوف دور الضحية، الشخص اللي دائما يشكي، اللي يسميه الشاكي الباكي، اللي دائما يبي من الناس حب، من الناس تقدير، من الناس تعاطف، وهو ما يسوي شيء، تقول أوه هذا دور الضحية، هذا بس يبي مص طاقتي، هذا اللي قالت عنه كوتش عواطف إنه هو دائما يمص الطاقة وكذي. أي أوكي، أنا خلنا رتب مواعيدي معه، خلنا رتب طريقتي معه، خلنا أعرف شلون أتعامل معه. شوي 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 يصير إدراكك مختلف. أنت شنو سويت؟ سويت قفزة بالوعي من الناحية النفسية. إنزين، لو نقول مثلا الرياضة، شخص مثلا كانت كل رياضته أنه هو يمشي، ما جرب أشياء جديدة، لما مثلا الحين صارت الناس عندها وعي بالرياضة وبالصحة النفسية وبالصحة الغذائية والصحة الجسدية، كثرت النوادي بالكويت وكثرت النوادي بكل البلدان، فصار أكو أنواع وايد من الرياضة. فمرة مثلا يجرب رياضة مع مثلا مدرب، مرة يجرب رياضة مثلا البيلاتس، مرة يجرب السباحة، مرة كذي. فهو شنو صار؟ عنده قفزة بالوعي، وتميز على الشخص الآخر اللي رياضته عبارة عن شنو؟ إنه بس يمشي. إنزين، فأي شيء تختبره، أي شيء يكون من تجارب حياتك، أي شيء تعلمه جديد يسوي لك قفزة بالوعي. إذا أنت الحين معانا وقاعد تتابعنا وودك تسوي قفزات بالوعي، لازم تبتدي تستثمر في نفسك، لازم تجلس مع نفسك وتشوف شنو الأشياء المهمة اللي صارت لك فيها مشاكل بسبب قلة وعيك، وتبتدي تعالجها بأن أنت تقرأ عنها كتب، تاخذ دورات، توسع تجربتك، تزور أماكن جديدة، تختلط مع ناس أكثر عندهم خبرة بهالمجال، وأكيد أكيد راح يصير عندك حتى أنت قفزات بالوعي، وراح تطور نفسك، ويمكن زملائك اللي ما شافوك من سنين وشافوك الحين راح يشوفون نسخة متطورة منك، نسخة غير عنك، ويقولون ما شاء الله صج هذا الإنسان استثمر في نفسه، حب نفسه، وقفز قفزات بالوعي. وفي نهاية حلقتنا الكرت الإيجابي اليوم يقول: عملي يتطور. كل إنسان قاعد يسوي أي عمل لازم يشوف تطور في عمله، لازم يشوف أنه يوم عن يوم عمله قاعد يتطور، عمله قاعد يكبر، عمله قاعد يصير غير. فيقول لكم هناك علامات تشير إلى تطور العمل، لازم أنت تركز فيها وتلاحظ وتحط ورقة وقلم وتكتب شنو الأشياء اللي بهالشهر أنا طورت فيهم عملي غير عن الشهر السابق، شنو الأشياء اللي عملي بالفعل تطور فيها وصار مميز أكثر من الأسبوع اللي فات. وبكذي يكون أنت قاعد ترصد عملك وتطور عملك، وتكون عارف أن أنت في تطور مستمر.